عليكم بنات، كديرين؟ لبست عليكم، كديرين مع الصحة؟ نتمنى انكم كاملين بيكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله، وتكونوا 5 5 يا ربي، والله يدخل علينا هادشي وبرزق وتيسير وصحة وسلامة يا ربي، ويرفع لنا ربي هاد الوباء. كاين واحد الشيء غزاله، واحد الجو غزال صراحه. انا كتعجبني الشتا كيف ما كنقول لكم دائما في فيديوهاتي، الاجواء ديال الشتا وهاد الجو هذا بالضبط وهاد الفصل هذا كنموت عليه وكيعجبني بزاف. المهم البنات، مرحبا بكم فيديو جديد ديالي على قناتي، على قناه كنزة فلوغ. ان شاء الله هاد الفيديو هذا ينال اعجابكم كيف ما لاحظتم العنوان. هاد الفيديو هذا شاركته معكم الام ديالي والاب ديالي، كانوا مشاو واحد دوجور لمراكش، وانا واحد لمراكش تملالت واحد الفيلاج والعطاويه اللي هي مديره صغيره قريبه حدا قلعه السراغنا، مشاو تما. كاين كيف ما غادي تشوفوا في لا فيديو، مشاو باش يجيبوا الزيت. حنا كل عام كنجيبوا الزيت من المعصره، ما كنشريوهاش منا من المحمديه. كيف ما كتعرفوا هنا الزيت كتكون مخلطه مغشوشه، كيكونوا بزاف د الحوايج. فحنايا الزيت كنطحنوها على يدينا قدام عينينا من المعصره كل عام هاد الوقيته. ماما كتمشي كتجيب الزيت هي وبابا، وكيجيو لينا ولدار عمي والواحد الناس كيوصيونا حتى هما. وماما دارت معكم فيديو، شاركت معكم الاجواء ديال الطريق وهذا، وشاركت معكم مراكش في الحجر الصحي وجامع الفنا. تشوفوا جامع الفنا والسمارين والملاح فهاد الاجواء ديال الكوفيد وهذا، يعني غتشوفوا واحد الاجواء اللي ماشي كيف ما كنعرفوا. ساحه جامع الفنا كتكون ديما عامره بالحلايقيه، ديما عامره بالناس، وما كتلقاش يعني ديما اكتظاظ وديما الناس وديما هذا خاوي، يعني ناس قليله وداك الشيء. المهم ماما شاركت معكم كل شيء، يعني تشوفوا في الفيديو. انا صراحه ما كنتش معاهم غير هما اللي مشاو، انا مع حكم الخدمه والدار وشي شغال ما قديتش انني نمشي. وماما بطبيعه الحال ما نساتش انها تشارك معكم هذه الاجواء هذه. المهم البنات، نخليكم مع لا فيديو باش ما نطولش عليكم، انا راه ما كنتقادش من الهضره. المهم البنات، غادي نشارك معكم هذه الاجواء هذه. وما تنساوش البنات اللي اول مره كتشوف هذا لا فيديو هذا تشارك عندي في القناه وتضغط على زر الجرس باش يبقى يوصلكم كل فيديو جديد ان شاء الله ديالي. وخليوا لي الاراء ديالكم في التعاليق، وشكرا للناس الجداد اللي شاركوا عندي في القناه. مرحبا بكم، شرفتوني ونورتوني والله العظيم الا فرحتوني بزاف بزاف بزاف. لهلا خطيكم ليا، وش غادي نقول لك الناس ديالي القديم من يلاه بديت بداو معايا مساكن بالكلمات الزوينه ديالهم الطيبه. لهلا خطيكم ليا، وشكرا لكم بزاف على كل واحد كي بارطاجي لا فيديو ديالي، كيعجبو الفيديو ديالي. لهلا يخطيكم، شكرا بزاف. ونخليكم مع لا فيديو ديال ماما اللي صورت لكم اجواء شعبيه 100% بلا زواق بلا نفاق. المهم البنات، نخليكم مع لا فيديو ودمتم في رعايه الله، وما تنسوش انكم تبارطاجيو. باي باي، نخليكم مع لا فيديو. صباح الخير عليكم، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كي درتو؟ كي دايرين مع هاد الشتا مع هاد البرد؟ يا ربي امين. اليوم بديت معكم هاد الفيديو اللي هو اليوم الاثنين،
هنا كاين البراج غادي نعرب شويه. ايوا طريق السلامه، يا ربي جميع امتي المسلمه يا ربي يا ربي، كاع اللي غادي مسافر الله يوصلو على خير، واللي غادي يقضي شي حاجه الله يديه على خير يا ربي. مقيله ديال الخليع بالبيض، برد ديال اتاي، وهذا هو فطورنا البسيط خفيف ظريف. يا سلام مقله ديال الخليع بالبيض، يا سلام يا سلام، بصحتكم وبراحتكم، نشهيناكم في واحد المقيله. وهنا سالينا فطورنا، حنا خارجين ان شاء الله بالسلامه، نشدو عاوتاني الطريق نكملوا طريقنا. شوف تبارك الله الزيتون، لا الزيتون عيب بهاد القهوة، ماشي الزيتون بلاصة الزيتون، هنايا هي زوين، الدنيا خاوية ماشي مكاينش بنادم بزاف، نتوما شوفوا ساليكم معايا، الدنيا خاوية. كاينش بنادم بزاف، الدنيا خاوية، يلا انتم معايا. هنايا الحمد لله وصلنا على خير لمراكش، الحمد لله الحمد لله. احنا دخلنا لمراكش الحمد لله، الدنيا شحال خضراء يا ربي. انا العشق ديالي حتى شي مدينة ما تترشق لي عليها الا مراكش. يا سلام على المدينة الحمراء، دابا حنا دخلنا لمراكش بالسلامة والعافية يا ربي. انتوما شوفوا الدنيا كي دايرة، يعني مراكش راه ما عامرش ديك العمارة اللي كان،
قبل كوفيد، دابا راه حتى يبان لكم الحديد داكشي، وهي ماشي شي عماره عماره. ايوا حنا وصلنا على خير الحمد لله، شكرا لله. يلا منين نوصلوا للبلاصه فين هذا نشارك معكم. يلا خليتكم على خير. شوف تبارك الله الدنيا كي دايره، شوف وسط المدينه وشوف الدنيا كي خضراء تبارك الله، الصلاه على النبي. شوف الدنيا كي دايره تبارك الله، الصلاه على النبي يا ربي. تبارك الله تبارك الله تبارك الله، ما شاء الله ما شاء الله يا ربي ما شاء الله. هنايا وصلنا لجامع الفنا، شوفوا جامع الفنا كيخاوي مسكين، ما كاين حتى شي واحد، كاين غير مالين العصير. المهم الحوانت حالين، القهاوي حالين، وين دوك الحلايقيه وداكشي اللي كانوا ما بقاوش، دوك النقاشات وداكشي. شوف من هنا للعشيه واش عتكون شي حاجه، ما عرفت حتى انا، قالوا ما تيسدوا حتى العشرة. ايوا هادي هي الدنيا. المهم انتم جامع الفنا كلشي كلشي. انتم تشتوا جامع الفنا خاوية الدنيا. كاينين الناس ويني داكشي اللي كان قبل، شحال هادي ما كانش داك الرواج وداكشي ما كاينش. اي والله يجعل ربي يهز علينا هاد الوباء يا ربي، وترجع المياه لمجاريها يا ربي، والناس تخدم وترزق يا ربي. ايوا هادو هما العصير هما اللي كاينين. وهنا خدينا الغدا ديالنا، غنتغداو ان شاء الله بحول الله. خدينا الطاجين بالبرقوق والبيض باللحم، وخديت انا خديت الطاكوس والفريتس. وهذا باب الملاح او حي الملاح، احنا دخلنا باب الملاح حتى هو. كنيزة باغية قالت لك باغية الزيوت لشعرها، ناخذهم ليها ان شاء الله من باب الملاح. وهذه هي الدخلة ديالنا ديال السمارين، هذه هي الدخلة ديالنا ديال السمارين. شوف الدنيا راه حالين، دوز منها مزيدتك شوية الفوق. انا كنت بغيت صباح الخير عليكم، كي دايرين اش اخباركم لاباس عليكم، كي دايرين مع الصحه؟ الله اكبر، كي صبحتو كي درتو؟ بالصباح اليوم الثلاث كنت معكم هذا الفيديو من الخرجه ديال مدينه مراكش، شادين طريق القلعه السراغنه.
هذه الخرجه ديال مراكش، تبارك الله الصلاه على النبي، الدنيا كي خضره الشجر. ان شاء الله خارجين من مراكش هذه الطريق القلعه وتملالت، نساريكم معايا في هذه المناظر مع الصباح. يلا خليكم معايا تنوصل ان شاء الله لمدينه فيلاج ديال تملالت ان شاء الله. عندوز السوق تما، اليوم السوق ديال تملالت عندوز ليه، نشوف السوق، نساليكم معايا السوق ان شاء الله بحول الله. تابعوني انتم معايا. وحنا يا دابا وصلنا لتملالت وخويا عدنا، وصلنا للسوق ديال تملالت، تلاقيت بخويا في تملالت. حنا جينا للسوق، شوفوا الشفنج ما شهيتكم فيه بسلامتكم، واحد السوق غزال ديال الفراغنة، الاجواء كديرة. الشفنج اللي كيطيب الشفنج، الناس اسواق عامرين، ماشي بحالنا حنايا في المحمديه خاويين السوق ديال الويزيه، هنايا السواق كاينين عامرين، حاطين الحوايج، حاطين كل شيء. يلا نفطر ونرجع معاكم. احنا في بنقرير شوينا كفيتات ناكلوها،
بصحتكم وبراحتكم، المتبعين ديالنا ساليسكم معايا. ودابا هذه هي المعصرة اللي جينا ليها. هنا جينا مع شي ناس عياخذوا الزيت من المعصرة. هذه هي المعصرة، هذا هو الزيتون. الناس اللي شاريين الزيتون تيحطوه بالنوامر، هانتوما تحطوا الزيتون بالنوامر، النمرة 5، النمرة 6، النمرة 7، النمرة 8، كل واحد تيحط الزيتون ديالو على حساب النوبة انت توصل ليه. هذه زي المعصرة ديال العطاوية، ديال المعصرة تيقولوا ليها معصرة الحاج بن قاسم في العطاوية. هذا هو الشانطي اللي باغي يشري الزيت يجي لهاد المعصرة. عنده الزيت مزيانة، وزعما لا ديتو شي حاجة تديو شي حاجة مزيانة. انا غندخل داخل باش هذه هي المعصرة من داخل فين تيدير الزيتون. راه البرامل هذه الطاحونة فين تيعصر الزيتون. هذه المعصرة لداخل اللي باغي الزيتون والزيت يجي لهنايا. هذه المعصرة ديال الحاج بن قاسم، كاينة في العطاوية في طريق بلي ملال، ياك؟ طريق بلي ملال، ياك؟ هاد المعصرة كاينة في طريق بلي ملال. هادي الرحى تيطحنو فيها الزيتون، وهادو الماكل ديال الضو الطوماطي. هادي هي المعصرة.